بعد أن سجلت محافظة كركوك أولى الإصابات بكوفيد 19 عام 2020 مع وجود مخاوف من دخول الفيروس المتطور للمدينة، أوعزت صحة كركوك بفحص المواطنين عشوائيا في الأماكن المكتظة. احنا كمختبر مستشفى الأطفال تقريبا يوميا عندنا حملات، طلعنا على الكليات، طلعنا على دوائر الدولة، اليوم جايين على سوق خسر كركوك. المكانات اللي بيها ازدحامات هواية أكثر شيء ناخذ من عندهم مسحات، طبعا المسحات اللي ناخذها احنا نقول عليها اللي عنده أعراض واللي ما عنده أعراض، يعني بغض النظر عنده أعراض أو لا، لا ما عندي مشكلة آخذ من أي واحد. رغم تناقص أعداد الإصابات إلا أنه يتوجب فحص المواطنين، وقد تم فحص أكثر من 2000 حالة بعد استحصال بيانات المواطنين كالاسم والعنوان ورقم الهاتف. لدينا إمكانية في دائرة صحة كركوك الآن أخذ مسحات من 5000 شخص، السلالات جديدة لم تدخل العراق، لكننا بغية الوقاية خير من العلاج نطبقها ولا ننتظر دخول السلالة الجديدة ونقوم بعلاجها. الجيش الأبيض يحارب من أجل القضاء على الفيروس، ويطالب المواطنين بالتعاون من خلال الالتزام بالضوابط الصحية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.